يتميز الهاتف الذكي عن غيره في العديد من المزايا المتنوعة التي جعلته بمثابة مساعد شخصي يلجأ إليه لمعرفة كل ما يخطر على بال المستخدم، حيث يمكن للهاتف الذكي إنجاز كل ما يمكن إنجازه بواسطة جهاز الحاسوب الشخصي، فضلاً عن صغر حجمه والقدرة على حمله طوال اليوم. تضم الهواتف الذكية عناصر عديدة، أهمها لوحة المفاتيح التي تستخدم لكتابة النصوص سواء عبر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من التطبيقات التي يوفرها الهاتف. كذلك الكاميرا التي توفر خدمة التقاط الصور والفيديو بجودة عالية، كما أن الهواتف الذكية تتمتع بقدرة دعم أنواع متعددة من الأجهزة الطرفية كسماعات الأذن والسماعات التي تعمل عبر البلوتوث، بالإضافة إلى مكبرات الصوت. استطاعت الأجهزة الذكية أن تثبت جدارتها في حياتنا اليومية لما توفره من مميزات عديدة كإجراء مكالمات الفيديو وتصفح محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام واستخدام الأدوات المساعدة كالمنبه والآلة الحاسبة وأيضا مصباح الإضاءة. تلعب الهواتف الذكية دوراً كبيراً في حياة الناس منذ ظهورها، فقد ساهمت في تقريب المسافات بين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم. كذلك ساعدت على الاطلاع على ثقافات جديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.